فاليوم اليوم كيف ما شاد الجميع وقرا هذاك التقرير ديال المندوبيه الساميه للتخطيط واللي هي مؤسسه ديال الدوله تابعه من بين المؤسسات اللي كتعتمد على الدوله في رسم المخططات الاقتصاديه والاطلاع على الحاله اللي كيعيشها المجتمع المغربي. فاليوم في التقرير ديالها كيف ما سبق لينا وشرنا في الكونفدراليه الارقام اللي كنا شرنا لها عدد المطاعم اللي غلقات وعدد المقاولات اللي ضرات وكذلك المقاهي والمطاعم محلات الايواء بصفه عامه انها ضرات كثير بهذه الازمه. فاليوم الرقم ديال 25% من المطاعم اللي مازال مغلقه يعني الربع وما تبقى اللي هو 75 وهذا ارقام ديال المندوبيه الساميه للتخطيط وحنايا بالنسبه لنا كان الارقام ديالنا كانت اكثر من هذا العدد وكانت مشات على حساب كل تخصص وكل والاحجام ديال المقاولات. فاليوم هذه الارقام اللي كتدل على ان العدد الاغلاق تعدى الربع ديال المطاعم وكذلك رقم المعاملات في 6 الاشهر الثانيه ديال سنة 2020 اللي ما تعداتش النصف مما تم تحقيقه في 2019 مع العلم أن 3 شهور الثانية ديال سنة 2020 كان هناك فرض الإغلاق التام على جميع المقاهي والمطاعم وكذلك المهن الثانية اللي تابعة للمهن المطعمة اللي مازال متوقفة حتى لدابا كتمويل الحفلات وكالتجمعات واحد العدد ديال المسائل. فاليوم كنطلبوا من الحكومة ديالنا ان الله يكون في العون ديالهم لكن اليوم خصنا باش نوقفوا النزيف ديال الإغلاقات باش يتحملوا الناس اللي مازال حالة وصبرة وكتخدم بنصف الطاقة ديالها ورقم المعاملات ما غيوصلش وما وصلش ال 50% وهذا بناء على التقارير الرسميه ديال الدوله. اذا اليوم بصريح العباره بغينا اجراءات ملموسه اجراءات اللي تخفف من الوطأه ديال هذه الازمه الاقتصاديه. فراه التبعات ديال هذا الشيء غادي مازال يطول بزاف وغادي كل ما طالت الازمه كل ما الخسائر في الجانبين المقاولات غادا تسد والمناصب الشغل غادا تمشي والاستهلاك الوطني كينقص لان هذه الشركات ولا هذه المقاولات هي كتعتبر منفذ ديال السلع اللي كتصنع في المصانع المغربيه ديال المواد الغذائيه. اذا نتمنى اليوم عندنا اشكاليات خصنا الجواب عليها وخصنا المساعده عليها. اولها فما يمكنش الناس ما وصلتش 50% من الطاقه الاستيعابيه ديالها و 50% ما وصلتش لي من رقم المعاملات ديالها و 3 شهور وهي ساده. كنتمنى وكنناشدوا الحكومه ان تطبق الاعفاء هذا السنه بالنسبه لهذ المهن المتضرره من الرسم المهني والرسم الخدمات الجماعيه والتقليص ديالو النسبه ديالو. كذلك عندنا مشكله كبيره عند الناس كيعانيوا اليوم ديال الاكريه. اليوم خصنا نلقاو ولا خاص هذا الدور ديال الحكومه والدور ديال المجالس التشريعيه خاصة تلقى إشكالية ولا حل قانوني كيوقف عمليات الإفراغ أو المحاكمات بناء على عدم الأداء والتمكن من عدم الأداء في هذه الأشهر اللي فيها الحجر أو المنع من العمل أو تخفيض الطاقة الإيوائية. كنطالبوا من الجماعات المحلية اللي حتى هي كتستغل الرسوم الجماعية ديال استغلال الملك العام واليوم اللي مفروض أن تقليص ساعات العمل حتى ل 8 الليل او لا حتى 6 العشيه في واحد العدد ديال المناطق او لا الاغلاق اللي تعرضوا لواحد العدد ديال المناطق لمده شهر وشهر ونصف وتعدى حتى لشهرين مثلا في بعض المدن. اذا هنايا كنطالبوا من هذه الجماعات تمارس الدور ديالها وتكون جماعات مواطنه كتحس بالمهني وتخفض من الرسوم الجماعيه على استغلال الملك العام. كان اليوم احنا بحاجه لجميع الاعفاءات ولا المساعدات التقنيه والمساعدات القانونيه اللي يقدر يمنحها لنا القانون. اليوم بغينا نشوفوها على ارض الواقع. شفنا بعض المراسيم اللي كتعطي الحق لبعض مسؤولي السلطه بالاعفاء
اليوم خصنا هذوك المراسيم ديال القوانين او الظهائر القوانين او الدوريات اليوم خصها تفعل. اليوم فإلا كنا في الحالات العادية الإغلاقات كانوا كيكونوا محسوبين على عدد الأصابع كل يوم، فاليوم عندنا ما نقولوش العشرات، نقدر نقولوا المئات بل نقولوا أكثر ديال الإفلاسات كل يوم. والوضعية فاللي باقي خدام واحد العدد منه غادي وكيزيد يغرق في المديونية ديالو، في العجز ديالو، ما قادش يخلص، لأن ما يمكنش إلا خدام بالنصف وعنده بنفس المصاريف فأكيد واحد الجهة ما كتخلصش، يا إما مولكرة، يا إما الخدامة، يا إما الضمان الاجتماعي، يا إما الضرائب ما تخلص. إذن هذه كلها مديونية غادي تحسب على الأعوام اللي جاية، وكاين اللي غادي تجروا هذه المديونية للمحاكمات والحجز على الممتلكات ديالو. إذن باش نتجاوزوا هذه الوضعية اليوم كان بغينا إجراءات جريئة سريعة وملموسة تحد من هذا النزيف ديال الإغلاقات. وخير دليل على الكلام اللي تكلمنا في واحد العدد ديال المداخلات، فاليوم جات المندوبية السامية للتخطيط وأكدت على ما سبق لنا وكنا كناديو به وندقوا ناقوس الخطر. اليوم محتاجين للمساعدة ومحتاجين باش نشوفوا جميع الإمكانيات خاصة تحط لإعطاء فرصة للعيش لهذا المقاول ولهذا المهني اللي في قطاعات ديالنا. شكرا.